الشرعيات للدفاع عن مصالح المهاجرين المغاربه واللاجئين، واسس نقابه المهاجرين المغاربه في اسبانيا، واتحاد الاردن المتوسط للدفاع عن حقوق المهاجرين. ابدع في مجال الروايه، لكنا هو الامين الرسمي الذي اقتحم الساحه الثقافيه بعلم الروايه الناقضه، علما نقلت لنا تجربه وضع الوطن متقنا للقلم بكتابات ناقده ونافذه الى اعماق المتلقي بمشاهد تخيليه ممزوجه باخرى وهميه. كاتب تشروط في عشق لسانيين من المجتمع الى التاريخ. بل وقراءة الحاضر في تزامن مع الماضي. هو التاريخ إذن ما يشكل لب الرواية وجوهرها، لكن ما التاريخ؟ ليس سوى هبة الروح، الانقلاع من تربة المكان والانغراس في شمور الزمن. نحن أيضا كشعوب ناطقة بالعربية محكومون بفكرة هذا الاستيطان، هذا الترحال في الزمن السرمدي، لأن الماضي يتبوء في حياتنا العامة كما الخاصة مقام السيبة التكوينية. هذا نلمسه جليا لدى أهم مؤلفينا، الأمثلة كثيرة، من جورج زيدان إلى نجيب محفوظ، من عبد الرحمن منيف إلى بن سالم حنيش، انتهاء بيوسف زيدان وعلاء الأسودي. وبدوره فإن عبد الحميد الجوفي على وعي تام بهذه الحقيقة، رغم سمعته التي تسبقه باعتباره الكاتب الذي يتقن نسج قصصه وحكايته من امتثال المرارات الحاضره، مرارات المهاجرين السريين الذين القى بهم قدرهم المشؤوم في متاهات النفي القسري. لان روايه عريس الموت، هذا العمل الجديد الطالع علينا من طبعه انيقه من فاصله طنجه، مبرزا بلوحه بديعه لمنظر من مسقط راس الكاتب مارتين بريشه الفنان عبد الواحد اشبون، تفند خطر هذا الادعاء وزيفه، اي أنه الشاهد الرواية عن المرارات الآنية. لا، ليس صحيحا. فرواية عريس الموت يتفتق منها كاتب آخر لزي مغاير غير ذاك الذي ألفناه في الرباعي السابقة، كاتب يفكر ويكتب من بلاد التاريخ، فيحقق المرور من التعبير الذاتي والفردي والنفسي إلى التعبير التاريخي عن حياة وأحلام شعبين طامحين للتحديد لولوج التاريخ. ومن ثم فكل ما سُرد من مداد في السابق عن وقتية عبد الحميد الجوقي برهانه في ذلك أعماله السابقة لن يصمد كثيرا على صعيد صلابة هذا العمل الجديد الأكثر تماسكا وصنعة بشهادة مخرجين سينمائيين وليس نقادا فقط. وهذا مهم جدا، لأن سرد اليوم هو إنتاج عصر الصور، هو إنتاج صور. نعم، سرد القرن 21 هو من صلب عصر البصر. كل شيء في هذه الرواية في تغير وتحول، أحداثها تنقلنا من السياق الضيق المنغلق، قضايا الهجرة في الحاضر، وإن كنت لا أميل كثيرا إلى أن أربط الرواية بالموصوف وإنما باللغة، إلى الانفتاح على العام والمطلق، لغة الهجرة وتحولاتها عبر التاريخ. التاريخ المنسي هو مادة هذه الرواية، يمكن النظر إليه كما علق على ذلك الأستاذ عزيز زكاه في معرض قراءته الرصينة لهذه الرواية، باعتباره سيرة للهجرة المعكوسة باستمرار شمال جنوب تارة وتارة أخرى جنوب شمال. في زمن هذه الرواية الذي يرجع إلى النصف الأول من القرن الماضي، كانت هنالك هجرة في هذا المتوسط كما نشهد اليوم، لكنها كانت معكوسة من جنوب إسبانيا نحو شمال المغرب. وهذا القبر على هذه اللحظة التاريخية في اعتقادي مهم جدا، لأنه ما يشكل قيمة هذا العمل، بمعنى أنه يوقع على صك التحرر والعتاق عبد الحميد الجوقي من سمة طالما لازمت أنه كاتب الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين، أي نعم، لكن مع توسيع مفهوم المنفى ليصبح منفى الذات الآخر واللغة.
لنبدأ بالبطل. الدارس الآخر أو البطل المضاد الذي يغير من إدراكنا. بطل هذه الرواية هو ذات وآخر في نفس الوقت، حامل لإسمين متوازيين متجاورين. قد لا نصادفه كثيرا في الواقع، ولكنه رمزي، لكن رمزية الاسم المركب تكتب التاريخ الحوي من الانفصام والصدام، من التجاذب والتنافر بين ضفتين، بين معتقدين وتصورين للحياة والموت. بطل الرواية اختار اسمين عبد الرحمن أليخاندرو. قال النفالي من قبل: معرفة الاسم أول الهم. وذهب سيون أبعد من ذلك حينما محق وجهه الروماني لصالح آخر جديد فرنسي. فقدان الاسم هنا بمثابة محو للوجه وابتكار آخر قادر على اختزال المسافات والحدود. فنحن في النهاية لا نقطن جغرافيا أو وطن بعينه، إنما وطن الوحيد هو اللغة، ولا شيء غير اللغة. سمة المحو والانقلاع من أتربة والانغراس الأخرى كما حدث مع بطل هذه الرواية التي عبر إلى إسبانيا مع مجندين مغاربة في جيش فرانكو لمحاربة الملاحدة الحمر، قبل أن يكتشف زيف الدعاية الفاشلة التي تورط في الترويج لها حتى زعماء الحركة الوطنية بتلوان، فانقلب إلى النقد. هو ما يجعل من هذه الرواية متجاورة مع فكرة التاريخ المضاد. لا أنوار مضادة أوتي لميرا إلى بطل المضاد. هذا ما يحرر الفكر والروح من الجمود والتعصب، ولا شيء يغري على تحمل قراءة عشرات الصفحات من هذه الرواية أكثر من هذه الروح المحررة التي تقتل كل شبر من الرواية، والتي نسجها الكاتب بدمه قبل ولادته. عبد الرحمن أليخاندرو مفتاح تاريخنا المشهور، العتبة نحو المستقبل، ليس لأن سيرته المهيبة كمسلم حارب مع حركات التحرر الإسباني وتزوج من إسبانيا مناضلة كان من الممكن أن تكون ضحية له، تنور جزءا من تاريخنا المشهور، أو تعرفنا على وقائع مشرقة لكن منسية. فهذا من عمل المؤرخين للأدباء، لكن هذا البطل المضاد بازدواجيته يمكننا من فهم محركات الواقع الجديدة في تاريخنا التي لا تزال تعمل في هذا الراعي. عبد الرحمن رمز للخنوع، أليخاندرو إشارة على عدم الاستكانة. يحيل الأول إلى الارتكاز بما يتضمن من لفظة عبودية، يجسد الثاني قلق دائم وعدم طمأنينة، ومن ثم فكل منا فيه نزوع نحو المجال وفي نفس الوقت طموح إلى الانفتاح. في كل واحد منا جانب مكاني مستكين كالصخر، وآخر زمني هروبي كالرمل. نحن كنا ندرك الواقع الروائي سابقا من التفاعل الناتج بين الذات والآخر، كما لو أن كلا منهما يوجد في انقطاع الانطولوجي عن نظيره، لكننا نتغافل بذلك عن حقيقة أن كلا من الذات والآخر هما معا فوق حركة التاريخ والجغرافيا نفسها. لذلك ليس عبد الرحمن أليخاندرو سوى تجسيد الوضع الأساسي الذي ينبغي أن يكون عليه الكائن البشري المعاصر خارج منطق القبيلة، المعتقد، اللون، الجنس واللغة. البطل المضاد هنا منكتب بمداد الصيرورة الهادفة إلى القضاء على عناصر التأثير التي تمارسه ذهنيات ماضوية على مجريات الحاضر، ما ينتج عنه سوء التفاهم الكبير بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، بين المسيحية والإسلام. لكن هل ينبغي يعني ذلك تغلب الجانب التاريخي في الرواية على ما هو فني أو تقني؟ الارتداد السردي والجوالي يواصل الكاتب شغفه في بناء الزمن السردي الملتف حول ذاته عبر تقنية الفلاش باك. الارتداد للوراء، الدوران الجوالي والعودة من الماضي إلى الحاضر أو من الحاضر إلى الماضي أو العكس. الآن منطلق هذه الرواية، أما ما تولى فهو لب أحداثها. مدريد مبعث الأحداث، حينما يحضر المريض الصغير أحمد باحثاً عن حجرة في بنسيون السيدة روسالو، وهو المسجل حديثاً في شعبة التاريخ المعاصر بجامعة كومبوستيلا. هو لقاء بين مغرب اليوم التواق للحداثة الديمقراطية والتحرر من السحر واللاهوت، وإسبانيا الأمس التي سبقت إلى خوض هذه المعركة ونجحت في ذلك بعد حروب ومرارات ذاتها. من ثم يكون هذا اللقاء صلة وصل بين زمنين، تسيرا للهوة بين ثقافتين ربطتهما على الدوام مصائر مشتركة الريفي كشهادة عن تاريخ لم ينكتب بعد. الزمن إذن هو المادة الروائية،
ونحن نقصد بذلك هذا الإحساس الطاغي العميق بقيمة الصيرورة التي هي أساس التمييز بين الأقصوصة والرواية، بين استعراض وقائع وتسريب زمن. آفة الرواية العربية في النظر العروي هو الزمن، لأن معظم الروايات تنتمي في الغالب زمن الأقصوصة البسيط الهامد، أما زمن الرواية فهو أكثر تعقيدا، لأنه لا يتشكل إلا على أساس السيولة والتدفق أو ما يسميه العروي نفسه بالسيروية. وقد استفدنا في الحديث عن السيروية عند عبد الحميد الجوقي في روايته السابقة الجليس. الشيء نفسه يتكرر هنا مع اختلاف التقنيات، هنا يغيب تسريب المستقبل لصالح تسير هو مع الماضي، لأن الطموح هو مبتغى تحقيق الانتقال من المجتمع إلى التاريخ، حيث الرؤية أكثر وضوحا وشساعة. لذلك لا يمكن فصل التركيبة النفسية هنا عن الزمنية، ولأن الزمن الروائي يتجاوز في هذه الرواية الرتابة، جاءت لغة الرواية التالية اعتبارا لقدرتي على الجمع بين المتناقضات: ريفي إسبانيا، مقاوم مهادي، نبي غير نبي. لغة هذه الرواية جامعة لأنها نتاج هذه السيروية وهذا التكسير المستمر للرتابة الزمنية، حيث ينصهر الواقع بالمتوهم والتاريخ بالمتخيل. إذن هذه الفسيفساء الزمنية هي ما يشكل الكتلة الروائية، ما يجعل هذه الرواية مرتبطة بروح عصر البصر من حيث قدرتها على الربط وخلق عنصر التشويق، أو ما سماه زميلي الأستاذ أحمد الخمسي سابقا بالقدرة على إدمان القراءة. رواية القرن 21 ليست هي رواية بلزاك ولا حتى الرواية الجديدة منجز القرن الماضي، حيث كان الغموض هو سمة الكتابة والتفكير جوهرها. رواية اليوم في عصر الإنترنت هي لغة الوضوح، لأن الصور الأدبية تحققت في عصر الشاشات على سند مادي. قد يكون هذا صادما للبعض، لكن الأحجام لا تخفي الحقائق. عصرنا اليوم عصر المنصات والشاشات المتعددة التي تهدم ألوهية أصحاب الألواح وآلهة المعاني وصناع القوافي لصالح المستخدمين. عصرنا اليوم عصر تواصل بامتياز خاضع لإطار ليبرالي جديد يقوم على تنوع التوجيهات الاجتماعية. من لا يكتب لعصر البصر، وهذا ما يتقنه عبد الحميد الجوقي أكثر من غيره، لا يصلح للكتابة من الأصل في زمن مجتمع الشبكات. الشبكات اليوم أو شبكة الإنترنت هي إله هذا العصر، وأي حيز جغرافي خارج تغطية الشبكة تسقط عنه صفة المكان من الأصل، بل يصير هو الجحيم الذي سقط من الزمن. ما أود قوله أن هذه الرواية تنتمي لعصر البصر لا الطباعة، هي لحمة من عصر الصور لا الكتابة. مكانها الحقيقي هو المنصات السينمائية لا الرفوف المكتبات. ربما قد يكون هذا ما دفع مخرجا سينمائيا كبيرا في حجم جمال السويسي لأن يعلق على صفحته في الفيسبوك بعد أن قرأ هذه الرواية قائلا: هي من أجمل وأمتع ما قرأته هذه الأشهر الأولى من سنة 2023، قرأتها وكأنني أشاهد فيلما سينمائيا. شكرا على القراءة العميقة ورصينة للنص. حقيقة هي قراءة، القراءة هي نص موازي للنص الأصلي ويحتاج لقراءة أيضا. كتبت دراسة متحررة، شكرا جزيلا على القراءة. الكلمة الآن للأستاذ أحمد الخمسي بقراءة تحت عنوان السرد الروائي عند عبد الحميد الجوقي وأدب تراجيديا لحظة بيئات العنقاء من تحت الرماد أو الإنسان الذي لا يخاف ولا يقول. اسمح لي، كتبت على حارس الموت وعلى المرخيمي وعبد السلام النصراني، وكيف يقول العروي ان جزء من التواصل السيوسف هو على التواصل، نحن في عصر التواصل في عصر الصوره. كيقول العروي ان العلاقه ما بين المثقفين وما بين الشعوب العرب هي ان البنيه الثقافيه عندنا محكومه بالنص المقدس بالقران باللغه العربيه التي اصبحت فصحى كلاسيكيه، يعني يستفيد منها المثقفون ولكن الشعب لا يستفيد منها اصلا، اما لانه لم يدخل في المدرسه واما لان مصالحه اليوميه اما تكون بالفرنسيه او بالدارجه او الى غير ذلك
يعني تبقى اللغة العربية في التواصل توحي بنوع من الغربة مقارنة مع المجتمع الحي يوميا في المقاهي في المنازل بين العائلات بين يعني على الفيسبوك إلى غير ذلك. وبالتالي عندي هد المشكل الأولي باش يكون عندي تواصل باللغة الفصحى. يكفي أن سبقني السي يوسف ريحاني ولكن كيعجبني المعنى في التواصل. يوسف الريحاني كنضحك معاه واحد النهار قلت له انت جيت للمسرح والوالد ديالك دمج ما بين يوسف وهبي وما بين نجيب الريحاني وبالتالي انت بالهيكليه اللي ذكرت في الاول يعني القضيه الثالثه القضيه والنقيض والقضيه الثالثه يوسف الريحاني هو دمج ما بين يوسف وهبي وما بين نجيب الريحاني وتجد امامنا واحد المثقف رائع يعني أغبط نفسي كون أننا نعيش في تطوان مع ناس بحال السي يوسف الريحاني. أنا كيف قالت رفيقتي نعيمة عيد إبراهيم الفكرة العامة هي السرد الروائي عند عبد الحميد بجوقي أو أدب التراجيديا لحظة بعد العنقاء من تحت الرماد أو الإنسان الذي لا يخاف ولا يخون. هذه المعادلة ماشي سهلة عند الناس في المجتمع. يعني إما الضعف الإنساني كل واحد فينا كان مدام راسي يجرنا إلى نوع من الضعف فحذاري من الخوف عندك واش يكون ضعيف ونقول لي خوف أو عندك واش تكون ضعيف ونولي خائن لقيام لمعاملات لالتزامات لعقود إلى غير ذلك. وبالتالي فحميد جوقي كان يعني عندي فيها مجموعة صور المشترك بيننا كقراء لرواياته ولكن الصديق الذي يعرف أنه لو شحال مرة قلت له أنه لو لم يكن في تطوان كنت سأحس بالغربة تقريبا شاملة في هذا البلد الجميل اللي هو المغرب الذي أموت عليه كما يقال بالدارجة حبا وطواعية. وبالتالي أبطال الرواية عند عبد الحميد الجوقي يجسدون كلهم لحظة العنقاء وهي تخرج من تحت الرماد لأن في كل رواية كان بناء تراجيديا بناء على الحياة الملموسة اللي عاشها وآخر مطاف قبيلة كنت كنضحك مع صديقي نبيل الحجي لأنه من إدريس وقلت له ما تنساوش بأنه اللي حاكمنا شجرة شريفة ولكن في الأصل هم منفيون سياسيون لأنه جرعوا عليهم العباسيين واضطروا يجيوا يفتشوا على المكان الذي يمكن لهم ان يستعيدوا واحد القوه قيميه معنويه بناء المجتمع على الاسس الجديده اللي كان جا بها الاسلام. غادي نجي عبد الحميد ليس كل طالب منفي لتهمه سياسيه من طرف الدوله اصبح بقيمه عبد الحميد الجوقي. ملي عملت جمعية الشعلة التكريم ديالو في دار الثقافة الفوق عملوا الصورة ديالو مع بوريل اللي هو وزير الخارجية اليوم ديال الاتحاد الأوروبي. شحال لهم من صولة وجولة في الإعلام بوريل بصدد بلد كبير مثل روسيا وبصدد الصين كون أن الاتحاد الأوروبي لشباب خارجوفا يصدر عقوبات ضد الصين إلى غير ذلك. وبالتالي هذا الشخص المحوري في الاتحاد الاوروبي ذات يوم كان عبد الحميد ما عندوش 33 عام بوريل عمل هكا كيتصنت وحميد يشرح لائحه مطالبه باسم المهاجرين المغاربه وبالتالي علامه واحد الكرامه علامه نزاهه علامه نبل علامه نضال لا يخاف ولا يخون.
ملخص. قلت إذا كانت الصورة ديال عبد الحميد مع بوريل اللي هو من الشخصيات الخمس الأولى في العالم اليوم، الأحداث يوميا كنشوف بوريل، دونك هذاك الطالب اللي قدر يوصل لذاك المستوى وقدر يمشي داخل لجنة مناهضة العنصرية وحقوق الهجرة في المجلس الأوروبي اللي كيضم أكثر من الاتحاد الأوروبي 30 دولة، وبالتالي اختارته النخبة السياسية الإسبانية باش يكون كيمثل يعني المج ما بين المهاجر والمدافع والذي يحتضنه المهاجر. إذا هذه القيمة الكبرى ما كانت لتكون لو لم يكن حامل الجوق اللي جاز دابا قدامنا بداك المستوى العالي مع وزراء قدام مع اللي أسسوا دساتير في أوروبا مع قضاة ديال المحاكم العليا في البلدان الأوروبية إلى غير ذلك. وبالتالي يعني أنا سعيد نعم بوريل عمل هكا كيتصنت وحميد يشرح لائحة مطالبه باسم المهاجرين المغاربة، وبالتالي علامة واحد الكرامة، علامة نزاهة، علامة نبل، علامة نضال، لا يخاف ولا يخون. هذا الملخص. قلت إذا كانت الصورة ديال عبد الحميد مع بوريل اللي هو من الشخصيات الخمس الأولى في العالم اليوم، الأحداث يوميا كنشوف بوريل، دونك هذاك الطالب اللي قدر يوصل لذاك المستوى وقدر يمشي داخل لجنة مناهضة العنصرية وحقوق الهجرة في المجلس الأوروبي اللي كيضم أكثر من الاتحاد الأوروبي 30 دولة، وبالتالي اختارته النخبة السياسية الإسبانية باش يكون كيمثل يعني المج ما بين المهاجر والمدافع والذي يحتضنه المهاجر. إذا هذه القيمة الكبرى ما كانت لتكون لو لم يكن حامل الجوق اللي جاز دابا قدامنا بداك المستوى العالي مع وزراء قدام مع اللي أسسوا دساتير في أوروبا مع قضاة ديال المحاكم العليا في البلدان الأوروبية إلى غير ذلك. وبالتالي يعني أنا سعيد بصداقته وبقراءة رواياته اللي عمر ما هبطت، وأنا كنقرأ الصورة الجميلة والرائعة اللي عندي لحميد. منذ الرواية الأولى مرخيمي تشتغل ماكينة السرد بمحركين، محرك القلب ومحرك العقل، ثم يأتي دور صندوق السرعة الذي يغير الإيقاع والسرعة في الوضع شوقا أو حدثا أو موقفا أو موقعا. وبالتالي سي يوسف ريحاني بلغة أدبية والنقد الأدبي الرصين المتين، أنا هنا كنلخص عموما لما كتقرا الرواية ديال عبد الحميد كتلقى الأشواق كلحظات إنسانية ديال الرغبة وديال سواء بالارتباط أو بالرحلة أو بالأمل في شيء، كتلقى لحظة الانكسار، وبالتالي أيضا كتلقى الحدث المعين يعني سواء داخل المحكمة الإسبانية الإفريق الذي وجد في مكان يعني في لحظة ارتباك ورغم ذلك يدافع عن نفسه حدث، أو الحدث الكبير يعني معركة بخادوس واللي فيها عبد الرحمن التقى بروساريو وغادي نولي لهذا الشيء برفقة حميد. استخرجته الناس يعرفون أنني كتبت مقالا عمليا حول مثلث اللي هو التقوقع والتموقع والتوقع. غالبا المجتمع المغلق والمدن العربية الإسلامية عموما فيها الأنفة وفيها الهوية وفيها أن الحقائق تخرج من عندنا، كنا في تطوان ولا في مولاي إدريس ولا في طنجة ولا فين ما كنا، المدن القديمة بالخصوص اللي عندها رصيد حضاري فيها الانغلاق، وهذا هو التقوقع. عبد الحميد لا أثر للتقوقع وهو ابن مختلط
تطواني أندلسي مرتيني سعيدي ومرتبط، وهذا الشيء كله يعني متفجر كمواطن في العالم. إذا ما كاينش أثر عند الحميد للتقوقر، دائما يعمل على أن يتموقع، والتموقع تموقع جيد بصبر وأنات. أنا من دخل حميد حكى لي عام ونص هو كيعاني من قلة ذات اليد، واشتغل بي في ما نهار اثنين كان نضرب تليفون حميد من تسعود نشيط قداش غلط أو ما غادي يجاوبني شي حتى يكون ما بين 12 وجوج مشيت تغدى بشهادة. قلت اسمح لي أخي أحمد قبل كنت مشغول، يعني حميد في علاقته مع الزمن بالإيقاع الأوروبي الملتزم ماشي بالمزاجية اللي عندنا هنا، هذا على التقوقع، على الانتقال من التقوقع إلى التموقع باستثمار الزمن. وهذا الاجتهاد اللي كيكون عنده في حياته التجربة الغنية الكثيفة في أوروبا، مشى لأمريكا اللاتينية وهبط تنشيلي، مشى للمكسيك عند تشياباس اللي في الجيل اللي كانوا كيعقلوا على ثورة تشياباس في المكسيك، دخل في الأدغال عند تشياباس إطار الجناح الحقوقية. إذا هذا المواطن المغربي الذي يجسد حقيقة مواطن العالم، مغاربة العالم هو مواطن العالم. إذا كتعطيه هذه القدرة للخروج من التقوقع إلى التموقع إلى القدرة على التوقع. كنت فكر غير في 2002 في الأخر لما كانت وزيرة الخارجية الإسبانية لهجت بتصريح خاطئ في حق المغرب، قال لي من غيري قال هاد الوزيرة وقيل الوقت ديالها ما بقاش بزاف في الحكومة الإسبانية. وكذلك كان بعد 15 يوم قدرة على التوقع، وهو هذه الوزة عبد الحميد اللوائي من كثافة تجاربه وغناها وتنوعها في المكان والزمان كيف ذكر يوسف، يجعلك تتخيله كأنه يختزل في ذاته منتزها وطنيا ومتحفا حيا في المنتزه المحروس داخل ذاكرته، في المنتزه المحروس داخل ذاكرته كائنات حية ومؤسسات شاهقة ومواقف استثنائية. أتخيله يحكي عن سفر يتفقد فيه عالمه، ترى يحكي عن الأسد والنمور الشجاعة أي الشخصيات القوية الاستثنائية التي صادفت حياته الالتقاء بها، وبالتالي لها موقع يعني ديال الأسود ديال النمور في عالم المنتزه يعني المحروس، وتارة يحكي عما تبقى في جانب من المتنزه مثل القرود أقشر. مثلا غادي نمشي يقولي تلقيت بفلان وفلان وفلان وقد تهالكت شخصياتهم وصبحوا من بقايا يعني الحيوانات الموجودة في المنتزه الطبيعي بحال القرود حيتان خمسي وقرود جيراننا في نوع الشكاوي احنا ولاد العام احنا القرود. وتارة يحكي عن خرير المياه الصافية في منابعها الأصلية، وتارة يحكي عن الغزلان في فيافي صحراء فارغة، لأن شحال من مرة كتصيب ناس معتبرين يستحقوا يكون عندهم مواقع ويكون عندهم دور واعتبار واعتراف، ولكن المجتمع المحيط بهم يجعلهم وكأنهم في صحاري. هذه مجمل الصور والأوجه التي أرى من خلالها حميد. عريس الموت ورمزيتها، سوف فقط أكمل ما قاله السي يوسف الريحاني. مارتين، مارتين ينطلق كريمو في المحل ديال الجلوس مع الأصدقاء إلى غير ذلك، ثم يسمع الخبر ديال أنه فلان قتل عمي علي إلى آخره، ويتفاجأ بأن يجد نفسه مع جريح
سوف يقوم بمعالجته ثم يطرده لأنه المشكل فيه اغتيال أحد عملاء إسبانيا في مدريد، وبالتالي كريمو أصبح متورطا هو وزوجته شوشة. لذلك يبدأ من مدريد مسلسل الدراما التي سوف نعيشها في عريس الموت. مرتين يعني وانا مع سي يوسف الهم ديال التاريخ، مرتين انا لان الموضوع ديال عريس الموت فيه الحرب الاهليه وفيه العلاقه ما بين الاسبان والاسبانيول من هذه الزاويه السلبيه اللي كيشوفونا بها الاسبانيول اليساريه كوننا مشينا دعنا فرانكو في اليمين. فالاهتمام بمارتين وبالحرب الاهليه وداك الشيء جعلني نمشي نقرا المغرب الاقصى لصاحبه اللبناني الذي هاجر وله 10 سنوات الى نيويورك واصبح صحفي يكتب بالانجليزيه. ذلك الوقت ان تغير الوضع الدولي لطنجه، وقال في المقابل كانت كل القرارات التي تصدر عن الحكومه المحليه الدوليه تابعة لعصبة الأمم تصدر باسم السلطان، وعبارتها الأولى أمركم بكذا وكذا. ويعلق أمين الريحاني أنه لو لم يكن الفرنسيين والإسبان دخلوا باسم السلطان لما استقروا يوما واحدا في أمن وأمان. لذلك كاين الدولة العريقة ديال المغرب اللي عندها أكثر من 1000 عام عند الهبة عند مغاربة وعند على برا. وبالتالي اللي قرا التوقيع ديال 30 مارس 1912 غادي يلقى من جهة الجمهورية الفرنسية ومن جهة توقيع الإمبراطورية الشريفة. حنا ما قدرناش ما طحناش مع القدرة. وبالتالي المشكل ديال التاريخ في الهوية ديالنا هو أن مجمل الكتابات في الكتاب المدرسي بالخصوص الذي صنعته فرنسا تركتنا كأولئك السكان اللي كنا في واحد الوضع في القرن 19 مجرد هيوش وهماش كنهجموا القبائل كتهجم على بعضها البعض، وما كاين لا تقاليد ما كاين لا اسلوب حضاري لا في التغذيه ولا في اللباس ولا في المعامله ولا في الشعر ولا في التاريخ ولا في الذاكره، علما ان الدارجه اللي كنا كنتكلموا بها وباقي كنتكلموا بها الى اليوم لان عبد الرحمن المجدوب راه عملها في القرن 16. عبد الرحمن المجدوب خلق في 1503 ومات في 1563 يعني 60 عام في عمره. ديك الوقت كان كيديروا الدارجه بمعنى مجمل المغاربه. انا مره اخرى ما باغيش نكون شوفيني ونهضر على تمغربيت، ولكن كنقول كاين واحد الكينونه قديمه وراسخه في التربه. لذلك فمن مرتين كاين هذه التربه ديال فيها الموريسكي فيها الجبل المحلي فيها الريفي الى غير ذلك. الرمزيه الثانيه هي ديال عبد الرحمن. انا ما شفت شيء في عبد الرحمن يعني ولا لحظه رمز ديال التسخط. كيف دائما ملي كنكون كنوجد شي مساهمه مع جماعه كنحاول نبحث. مشيت بحثت على بخادوس ويكيبيديا بداخوس بداخوس ويكيبيديا كتعطي كل شيء. بداخوس اسسها عبد الرحمن بن مروان سنه 800 وكذا بعدما تارى على امير المؤمنين الاموي في قرطبه، وفي عهد الطوائف اصبحت بداخوس طائفه واماره قائمه بذاتها. وبالتالي عبد الرحمن انا اتخيل كون حميد ثقافته اسبانيه ومغربيه ايضا، ولكن ثقافته الاسبانيه اكثر من اي واحد يمكن يكون عنده ثقافه اسبانيه في النخب ديال مرتين عندنا الثقافه الاسبانيه، ولكن بالمعنى التقليدي ديال الحركه الوطنيه اللي هي شكلانيه واللي هي عنصريه واللي هي جزء من التفاخر في الشمال كما يتفاخر اهل الرباط
كونهم ما يكملوش الجمله بلا ما يدخلوا الفرنساويه. وبالتالي التفاخر بالاسبانيا التقليدي مدر بالهويه المغربيه كما هو مدر التفاخر بالفرنسيه في الدربدة والرباط. لذلك فالثقافه في الشمال في الاصل المثقفين العظام ذوي الهويه المنسجمه المترابطه فيما بين اعضائها مثل المشارقه. يعني المشارقه كيكون كيعرف الانجليزيه ويعرف الفرنساويه ويتحدثوا بلغه سليمه عربيه او الدارجه ديالهم. ولكن لا، احنا عندنا مشكل هويه في شمال افريقيا لان فرنسا عملت الشغل ديالها مزيان في الهويه ديال شمال افريقيا. قلت عبد الرحمن هو الرمز ديال المؤسس حيث التقى بروساريو في معركة بداخوس. ومعركة بداخوس يعني أنا مرة أخرى كنقول مع راساتي عبد الحميد ما كينزلش شي مكون في الرواية غير اعتباطا. بداخوس معركة 14 غشت 1936 واللي أحد الجنرالات ديال فرانكو لما انتصر الجانب ديال فرانكو جمع كتقول معلومات غير ديال ويكيبيديا مانمشيوش بعاد ما بين 4000 و 2000 وسرحهم قدامه وأعدمهم جماعة، يعني إعدام جماعي إبادة إنسانية من طرف الكتلة ديال فرانكو في بداخوس. وبالتالي الرمزية ديال بداخوس والرمزية ديال عبد الرحمن عند هذا اللقاء التاريخي ما بين الاسم ديال عبد الرحمن المؤسس وما بين المدينة التي أسسها عبد الرحمن. وبالتالي هو يعرف كيف يجعلنا نتابع روايته بأشواقها وأحداثها والتمفصلات اللي كتركب التراجيديا وثم التمفصلات اللي كتعطي الأمل وهو اللقاء. كون وهذه المسألة هذه عاود مرة أخرى نعيمة خدام ونعيمة هي كاتبة فرع الاشتراك الموحد. عبد الحميد عمل الرمزية ديال إنقاذ عبد الرحمن من كونه مجند في الطرف الرجعي الديكتاتوري العسكري الإسباني، وهذه بهدلة من تاريخ المغرب علاقته مع إسبانيا، كون امرأة مناضلة يسارية سجينة ضمن السجينات اللي كانوا بين يديه، وهي اللي قدرت تقنعو باش يغير الموقف. وبالتالي كاين رؤية حداثية ديال أنه من المنقذ من الضلال على وزن الظالم في عريس الموت، امرأة يسارية مناضلة إسبانية. وبالتالي أفقهم منفتح على المستقبل. دونك حتى حاجة ما كيعملها عبد الحميد هكا. هذه المسألة هذه تحيلني إلى أن ماشي أي واحد يصنع رواية بأحداث عميقة عندما يأتي الناقد الأدبي ليلم بمختلف الأبعاد الأفقية والأعماق والآفاق الآتية. يعني غادي نظلموا المؤلف إلى قلنا عمل اعتباطا. أنا بالنسبة لي براون حميد لما عمل عبد الرحمن تلقى بروساريو بداخوس، يعني هذيك حتى اللي يعني غادي تبقى 50 عام و60 عام وغادي يبداو النقاد يقلبوا عريس الموت غادي يقولوا ويلي هذا السيد تلقى شحال واسعة، شحال كان ملم بالموضوع اللي ألف فيه رواية سلسة كيف قلت أنا في البداية، يعني تحمل عدوى الإدمان على القراءة. إذا من حيث اللغوي وأنا متفق مع السي يوسف، اللغة تتحدث بها ونتحدث بها. ويقول عارف الحجاوي الفلسطيني الذي كتب خمس كتب حول التواصل ومارس كأستاذ في بيرزيت كأستاذ ديال الإعلام كيقول يعني الدارجة تتحدث بنا. ويمكن كيقول في القرن 21 نهايته أو في القرن 22 غادي نوليو أمام ربما أربعة لغات، لغة
ديال شمال افريقيا ولغه مصريه ولغه خليجيه ولغه شاميه، لن تبقى اللغه الكلاسيكيه الا في الكتب، بينما المتحدث لانه حنا اللي كنسمعوا المصريه والشاميه اليوم، كنا كنعرفوا المصريه ولينا نعرفوا الشاميه لانهم اللي كيترجموا الافلام ديال الترك وديال المكسيك. وغدا مع السعوديه التطور النوعي الحاصل الان الذي يجري في السعوديه سوف يصبح درجة الخليج ما عندناش منها عقده، لان غادي تنزاتر ديك الصوره القديمه ديال الخليجي في الذهن ديالنا. لذلك فاللغه حتى هي كائن حي كيف كيقول جورج زيدان عندما يتحدث عن العربيه، اللغه كائن حي وماشي وهذا عارف حجاوي كيقول هو ضد السلفيه اللغويه. اذا عبد الحميد من هذه الناحيه مهم بموضوعه وفنان في صياغه فكرته، و ملي كنت كنهيئ هذا سميتو كنفكر في داني سلفادور اللي راسو لما رسم ساعة مندلقة فوق الطاولة وتكاد تسقط مثل انها تدفق ماء على الأرض منسابة. إذا من لا يقول إذا كان حميد في بداية وجوده بمدريد هبط اللعاب ديال الإسبان بأكلة بسيطة وبداو الإسبان كيعرفوها بالمخوخي، كيجيو البلاصة اللي هو فيها خصهم ياكلوا المخوخي طبعا مع المشروب اللي كيجيو يشربوه المخوخي. إذا كانت دادائية من إنتاج صلاد رداني علاش ما يكونش مخوخية أدبي مقبل؟ شكرا. صديق حميم، لأنه معجب بالقبل بالعمل النقدي ديالو 20 عام سي يوسف الريحاني، وصديق أحمد الخمسي اللي أكثر من قراءة في الرواية من قراءة فيها، وكنشكرو طبعا ما كنظنش شي روائي ولا شي كاتب ينفصل عن النص، هو في النص دايما حتى الشخص ملي كيسقسيك شي واحد واش انت في الشخص الفلاني ولا الشخص الفلاني، انا كنقول انا فيهم كامل. فاي بدخل ملي كنكتب على شي واحد شي شخص من الشخص بالروائي الا وجد ويوجد فيه. فاشكر طبعا الحدث التاريخي اللي شارلو سي احمد، انا كيف ما كان في الروايه الاولى ديال عيون المنفى، لماذا ايسابيل ولماذا فيرنان شخص ابطال. طبعا الذاكره ديالي كان حضر مع ايسابيل الكاثوليكيه وفيرناندو زوجها مع سوبر فاغلاند هنا بالفعل، وبالضبط هذيك المنطقه الاندلسيين والموريسكيين بعد كانوا كيتسموا فيها لوس فورماتشوس، هما اللي اسسوا اول دوله في المغرب داخل الدوله، ما سمي مجازا الجمهوريه ديال الرباط سلا هذوك لوس فورماتشوس. على كل انا لن ادخل طبعا الى قراءات، انا ما عملتش قراءه بقدر ما غادي نقرا لكم نص. نص كتبته وهناك من الاصدقاء من قرأه طبعا في بعض التحيين، وغادي يكون تحت تصرف ديالكم من اجل الجواب بالنسبه للاخوان اللي قراوا الروايه ديال اريستوتل، على ماشي الاسئله وانما التجاوب والتفاعل اللي ممكن يكون حول النص الروائي هذا الاخير عريس الموت النوبيل الاولتين. النص اللي غنقرا لكم هو دينا وموت الإنسان الرخيص، الإنسان الرخيص بين المزدوجتين. اليوم أحد من آخر شهر أغسطس، مدريد فارغة تقريبا من سكانها، الجو ربيعي على غير عادته في العاصمة الإسبانية. استيقظ سهيل يشكو كعادته من بعض الألم في رأسه، أخذ هاتفه النقال وأسرع بالخروج متوجها نحو حديقة الريديرو القريبة من بيته. عرج كعادته على كيوسك محل بيع الجرائد مقتنيا جريدة البايس التي كان مدمنا على قراءتها. حيته بائعة الجرائد السيدة أنطونيا بحفاوة
وهي تناوله الجريدة وبادرته مازحة: كيف حالك مورينو؟ أصلا لعلك تستمتع بمدريد في فصل الصيف. تضحك. ابتسم سهيل وأجابها قبل أن يواصل طريقه: متعة مدريد، متعة مدريد في الصيف لا تضاهى سيدة أنطونيا. مدريد تخلو لعشاقها صيفا وتحتفي بهم. توقف في طريقه إلى حديقة الريديرو وفي مقهى باروما الحمامة على زاوية شارع القلعة الكبير القلعة، كان مقهاه المفضل لتناول فطوره كل أحد: قهوة بالحليب وقطعة من أكلة التورتية الإسبانية. أخذ مكانه المعهود في زاوية من المقهى يتصفح جريدة الطيس. توقف عند صفحات الملحق الأسبوعي يقرأ تقريرا عن الأفارقة الذين يتدفقون على مدينة سبها. شو سبها؟ سبها الليبية. قادمين من جنوب الصحراء ومن شمال النيجر بالخصوص. وعن تفاصيل تعذيبهم واختطاف العديد منهم وبيعهم كعبيد تتراوح أثمانهم بين 500 و$1,000. التقرير يشير إلى موت العديد منهم قبل ركوبهم في قوارب تنقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. التقرير يلقي باللوم على عصابات تهريب البشر، والدول الأوروبية تعتبر وصولهم غير نظامي غزوا لأراضيها وجريمة يعاقب عليها القانون. وأسماك القرش تقتات على جثث المئات منهم ماتوا غرقا في البحر. تفاصيل عن رحلات الموت يحكيها بعض الناجين. اكتظاظ القوارب وهي في عرض البحر تمنعها قوات خفر السواحل الإيطالية من الاقتراب إلى الساحل الإيطالي. شهادات عن إطلاق النار قريبا من القوارب المهترئة لترهيب ركابها وإرغامهم على العودة. وإرغامهم على العودة إلى السواحل الليبية. أحد الناجين يحكي باكيا كيف أصابت رصاصة صديقه إبراهيم من جنوب السودان وأردته قتيلا، ولم يكن بدا من رمي جثته إلى البحر هدية لسمك القرش الذي كان يحوم بالقارب. كان سهيل يبتسم بغيظ وهو يواصل قراءة التقرير ويتساءل كيف يمكن تبرير قتل شباب عزل قطعوا آلاف الكيلومترات والصحاري هربا من الموت جوعا أو بسبب الحروب. هل تنص القوانين الدولية والوطنية على أن الهروب من الجوع والعبور غير النظام للحدود جريمة؟ كيف تتحول الضحايا إلى جنات ومجرمين؟ يكاد سهيل يكمل قراءة التقرير حين وقفت ناتاليا النادلة السمراء تحييه بابتسامة والجين. كان حزينا غاضبا بسبب موضوع المهاجرين الأفارقة ومنتشيا برائحة عطور ناتاليا حين سمع حديثا في مائدة قريبة من مائدته يحجبها عن نظراته عمودا ضخما يتوسط المقهى. من الأصوات عرف أنهما رجل وامرأة. حاول أن يعود بخياله لمنعرجات جسد ناتاليا حين سمع المرأة تحكي بحزن لمرافقها أن حالة دينا ساءت بعد العملية الجراحية. سمعها تقول لمرافقها الذي نادته باسم خواكين: قضينا ليلة بيضاء يا خواكين، لم نذق فيها طعم النوم يا خواكين. ملامح الألم كانت بادية على دينا
منذ أسبوع تقريبا، وساءت حالتها منذ يومين، وأصرت أختي أن نأخذها للمصحة. بعد ساعات من الفحص والأشعة أخبرونا أنها تعاني من ورم في رأسها ويجب استئصاله في الحين. وبعد نصف ساعة كانت دينا في غرفة العمليات. تنهدت السيدة وواصلت. بعد العملية الجراحية الناجحة أرسلت المصحة عينة من الورم لتحليله، وجاءت النتائج مفجعة. يا خواكين، ورم سرطاني خبيث، وليس من حل سوى إخضاعها بعد التعافي لحصص الشيميو. شهقت السيدة وسمع سهيل صوت خواكين يناديها بكارمن ويواسيها. لا تبكي عزيزتي كارمن، فعلا فاجعه تذهل القلب، لكن لا زال هناك امل، ويبدو انها تتحمل حصص الشيميو بشكل جيد. الا ترين انها تقاوم وان حالها يتحسن يوما عن يوم؟ لم تتوقف كارمن عن البكاء، واخواكين يواسيها، ووجد سهيل نفسه متباهيا مع الحكايه. لم يستطع مقاومه فضوله واساغ من جديد ليتابع تفاصيل الحكايه. انتابه شعور بالتضامن والحزن لما اصاب دينا، وافاره نحيب وبكاء كارمن. يبدو انها والدتها. كان صوتها يتقطع وهي تردد: لماذا هذا الامتحان من الرب؟ انت تعرف يا خواكين انني مؤمنه بقضاء الرب وارادته، لكنني لا اتصور الحياه بدون دينا، ولا اتحمل ان اراها تتعذب. تألم سهيل لحال المرأة ولفاجعتها، وعاد به خياله إلى صور الأفارقة الذين قضوا نحبهم عطشاً في صحراء النيجر وليبيا والحدود الجزائرية المغربية، وجثث آخرين تطفو فوق مياه، تطفو في مياه المتوسط، وهم يحاولون الوصول إلى جنة موعودة كاذبة تسمى أوروبا. شباب في مقتبل العمر لم يرتكبوا جرماً سوى محاولة العبور نحو ما يعتبرونه ضفة الأمان والنجاة. حتى مشاهد الألم والفواجع غير عادلة في أسبابها. ارتشف ما تبقى من قهوته ولسان حاله يقول: تعددت الأسباب والموت واحد. نادى على ناتاليا يطالبها بالحساب، حين سمع السيدة تنادي على دينا وتشير لمرافقها أنها حركت رسغها، وأنها رغم العملية الجراحية تبدو منتشية وسعيدة. سمعها تخاطب دينا بحنان: كيف حالك كارينيو؟ كيف حال دينتي الجميلة؟ كاد يقفز سهيل من كرسيه، لم يصدق أن المسكينة دينا ترافق أمها. كيف لم يسمع صوتها ولا أنينها؟ لعلها في حالة نقاها ورافقتها للمقهى للنزهة والترويض. لم يستطع سهيل مقاومة فضوله وتظاهر بالرغبة في الذهاب للمرحاض ليتعرف على دينا، هذه المسكينة التي أثارت عطفه ومصابها الذي أحزنه. تخيلها شابة في مقتبل العمر أسرع بالوقوف متجها نحو المرحاض، وما أن تجاوز العمود الذي كان يفصل بينه وبين مائدة كارمن وخوكين حتى تجمد في مكانه. كانت دهشة سهيل بادية على وجهه، اختلطت عنده مشاعر الغضب برغبة في الضحك وإحساس فظيع بالغبن. ظل لثوان يحملق في دينا وهي موقعة على أرض المقهى بجانب كارمن، كانت تحرك أذنيها وديلها، طمادة بيضاء تلف رأسها، وفي عينيها بريق من الحزن والاستسلام. دينا هذه كلبة. نعم كلبة. أحس برغبة في الصراخ: دينا كلبة يا عالم. نعم كلبة محترمة تتمتع بحقوق كاملة وزيادة. دينا كلبة أوروبية حظيت بكل هذا الحب والاهتمام ومصاريف باهظة للعلاج. هذه دينا الكلبة الأوروبية وليس إبراهيم السوداني القادم من إقليم دارفور، إبراهيم الذي قضى نحبه ويحاول العبور إلى بلاد دينا. دينا المسالمة الوديعة، وليس إبراهيم السوداني ورفاقه من المجرمين الذين حاولوا غزو جنة دينا وإنسانية كارمن وخواكين. أحس سهيل بنظرات الاستغراب البادية على وجه كارمن وخواكين،
كان الارتباك باديا عليه وخاطب السيدة بابتسامة ماكرة بالشفاء إن شاء الله للمصونة المحترمة دينا. استدار سهيل مسرعا يبحث عن ناتاليا، دفع الحساب وغادر يواصل طريقه نحو حديقة الريتيرو. واصل سهيل سيره يفكر في دينا وفي الموتى الأفارقة وجثثهم المتناثرة في مياه المتوسط. وحضرته حينها مقاطع من شعر الزجال المصري أحمد فؤاد نجم وغناء الفنان الشيخ إمام عن حكاية فقير مصري عضه كلب سيدة من أغنياء مصر، يقال أنه كتب سيدة من أغنياء مصر أثناء تجوله بجانب قصرها في حي الزمالك، واعتقلته الشرطة بتهمة الإساءة للكلب. وانطلق سهيل يردد مقطع من الأغنية غير آبه بنظرات المارة كأنه مجنون. ده كلب الست يا ابني وانت تطلع ابن مين يا اسماعيل، هيس يا كلب الست هيس، بكرة يعملوا للكلاب وزارة وياخدوك عليها رئيس، هيس يا دينا هيس، تحيا دينا والموت للإنسان رخيص. شكرا. بشكل مباشر فهو ظل في شواطئها وفي محيطها. سؤالي هو ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال الروايه لانه قريناها وقريتها، اللي نقدر نقولوا انها متعبه، هذا الكلام قلته لك منذ البدايه. اللي باغي يقرا الروايه خصو يحط حداه شي شويه ديال التاريخ. تذكر عندما سالته اول مره هل المخطوط حقيقي، المخطوط الذي يوجد في الرواية هل هو حقيقي؟ درجة الإيهام القدرة على الوصف التي يستعملها حميد في الرواية توهمك كما لو أن الأمر حقيقي. هو رد بطريقة دبلوماسية أن هناك ما هو حقيقة وهناك ما هو خيالي، والمخطوط لا وجود له. المخطوط حسب التصريح لا يوجد هناك مخطوط، إنما هو من نسج الخيال. سؤالي لا يتعلق طبعا بالرواية، قلت يجب اللي يبغى يقرأ الرواية يجب أن يتصلح، لأنه طرح قضايا كثيرة على الحرب الأهلية الإسبانية، طرح القضايا ديال مشاركة المغاربة هناك، وكيف بين معقوفتين وخهما نهاية المطاف هم مرتزقة، ولكن مرتزقة غرر بهم لأنه وإن كانوا مشاو باش يتخلصوا، ولكن قيل لهم أنهم سيذهبون ليحاربوا الكفار إلى جانب النبي الجديد اللي هو فرانكو. صور فرانكو كما انه هو الذي سيمكن اسبانيا من الحمر الشيوعيين. سؤالي لا علاقه له بالروايه، ان كان حاضرا في الروايه سؤالي له علاقه بالسياسه التي نعيشها اليوم. لا افهم لماذا في المغرب العلاقه مع اسبانيا ممتده الى كل هذه السنين، التي على 400 سنة ومن فتح الأندلس بين قوسين تلك فتح، حنا المسلمين تيسميوها فتح وهو كيسميوها غزو، ما عليناش هذا نقاش آخر. علاقتنا ممتدة إلى أكثر من 400 سنة، ولكن علاقاتنا اليوم متوطدة مع فرنسا. أنا ما فهمتش علاقتنا مع فرنسا عندها شحال
70 80 سنه فرنسا نهايه القرن 19 عاد تسجل العلاقه لها. كيف تفسر لنا وانت الخبير في العلاقات من هذا النوع هذا، لماذا هذا الارتباط المغربي الفرنسي اقل من الارتباط المغربي الاسباني؟ وشكرا. تحية تقنية للحضور الكريم، كنشكر الرفاق على الاشتراك الموحد على النشر الثقافي، كنشكر الأساسي الحقيقة أنا لم أتذكر من قراءة الرواية لحد الآن، ولكن كانت مداخلة الأستاذين يعني أضاءت لي واحد مجموعة الأشياء في الرواية اللي نقدروا نقراوها في القريب العاجل. المهم بالنسبة لسي عبد الحميد، واحد السؤال، أنا كيف تعامل المثقف الإسبان والإعلام الإسباني مع الرواية؟ إلى الترجمة معنا ثانيا، أنه من خلال المداخلة الأستاذين كيحلني ديك المداخلة ديالهم وهذا النقاش كيحلني إلى اشتغل عليه أمين معلوف في قضية التسامح بين الشرق والغرب وبين المسيحية والمسلمين في لبنان إلى آخره. إذن هاش يمكن نقولوا بأنه كاين هناك يعني تقمص لهذه الخدمة هذه اللي عمل أمين معلوف على مستوى التسامح ومازال باقي، وخصوصا في الرواية ديالو كاملة وبالضبط في الهوية القاتلة. يعني احنا دابا الغرب الله اسبانيا مازال تتخوف وتتعامل وكتعامل معنا بتخوف، وخصوصا اليسار وحتى اليمين كامل كيتعاملوا معنا بتخوف حاليا، واخا الموقف تبدل نسبيا شي شوية ولكن باقي هناك تخوفات من المغرب الى اخره في هذه المساله هذه اللي كيتبع الاعلام الاسباني غادي تشوف. ثانيا كنشوف بانه اليسار عنده واحد الثقافه بانه اي مظلوم واي شهيد كيسميه عارس. دابا انا هاد القضيه ديال عارس الموت كنحني دائما ما بغيتش يتزلي بالدماغ ديالي، كنحني على شهيد من بركه بان عارس الموت يعني، وخصوصا بمجموعه الاسماء اللي قالت في هذا العرس، كاين عرس الدم ديال لونكا، كاين عرس الجليل، كاين ديال ميشيل خليفي، اذا هذا العرس وخصوصا العريس كنعتبروه حنايا من الشهداء ولا من المظلومين اللي كنطلقوا عليه حنا في ثقافه اليسار والشهيده العريس. من هذا وشكرا. من غير اسم 50 50 50 50 50 50 50 تجيب على مجموعه من الاسئله، وافضل ان لا اجيب على القراءات التقنيه، انا لا يمكن ان اكون نائدا للروايه، لكن ساجيب على بعض الاشياء التي طرحت للتوضيح. ما يمكنش الروايه تكون سياسه، ما قال سابقا، او ان النص الروائي هو بمثابه نص سياسي، بيان سياسي، بيان شيوعي. لا، هذا نص روائي. النص الروائي خصو يحضر فيه شرط من شروط الروايه واللي هو الخيال، وخصو يحضر فيه السرد، وخصو يحضر فيه التقنيات يمكن تكون جيده رديئه ماشي في المستوى لموضوع اخر، لكن كيبقى هو نص روائي يعتمد على الخيال. طبعا اذا كان هذا النص الروائي فيه هذا الجانب التاريخي فتحضر المحطات التاريخيه الكبرى او الاسماء التاريخيه المعروفه، ولكن ما اظنش هذا في النص الروائي الحديث بين الخليفه مولاي الحسن بن المهدي ورئيس الديوان ديالو بن بشير الهسكوري اللي كانوا كيتهاودوا بيناتهم على مجموعه ديال القضايا بما فيها القضايا الشخصيه، هذا موضوع تاريخي. لا، هذا للتأكيد، ما يجيبونيش واحد يقول لي وهذيك لانه القلوب قوت القلوب الدرمده شي من يجي فيها موجوده في التاريخ، هي يعني اسم حقيقي كاين، كان عندها صالون، اول صالون ادبي في العالم العربي كان في مصر، كانت مولاته هي قوت القلوب الدرمداشيه، وكانت تعتبر مثقفه واديبه، لكن ما جاتش عند الخليفه كاديبه. هذه كيفاش جات؟ والله اعلم الروايه يمكن تكون تعرفوا كيفاش جات، المهم هي جات بعد الخليفه، ها جات قبل لحظات. اذن هذا موضوع اخر ديال الروايه الاسبانيه. الاسبان كيفاش غيتعاملوا مع الروايه؟ لا ادري نهار اللي غترجم، ولكن انا على يقين انه ان ترجمت اعتقد ان قريبا ستترجم هذه بالخصوص. طبعا الاسبان غيكونوا امام واحد الوضع،
واحد النص روائي ينظر اليهم بعين مغربيه، ينظر الى ديك المرحله اللي هما كانوا فيها اللي كانت فيها الحبيب بعين مغربيه كيف ما وقعت مع التاريخ ومع المؤرخين. الى امد قريب كانوا اغلب المؤرخين اللي ارخوا الحروب مع المغرب والحرب الاهليه وحرب الريف كانوا اسبان. كنقولش كانوا مؤرخين زوينين او قباح، المهم كانوا اسبان، هذيك عين اسبانيه كانت تنظر فيهم. الان عندنا مؤرخين كبار، بالمناسبه يوم السبت في المكتبه الدوليه كاين تقرير ديال واحد من اهم المراجع في هذا الموضوع، الاصول السياسيه للعلاقات المغربيه الاسبانيه ديال الدكتور يوسف اكمي. استلاشيه نهار السبت مهم لمن يهمه الامر. اذا الان على مستوى الروايه كذلك ماريا دوينياس عندنا الروايه الشهيره ديالها على ديك المرحله. ولكن ماريا دوينياس كانت كتشوفنا بعين مغربي اسبانيا. حيت ملي كتجمع الروايه كامله كتلقى فيها مغربيه وحده سعيده. كان في ذاك الوقت ما كانوش المغاربه في تيتوان كانوا غير اسبانيون. علاش؟ لان كانت كتشوفنا او كتشوف ديك المرحله بعين مغربي. هنا في الروايه ربما النظره الى تلك المرحله بعين مغربيه، وهذا هي القيمه المضافه اللي غتخلي الاسبانيون شويه يطرحوا اسئله اللي ما كانتش. عريس الموت ماشي هي الشاهد. نشوف بيتقراو روايات اخرى. هذه كلمه عريس الموت هي المصدر ديالها معروف، جاي من نشيد ديال واحد الفيلق سميتو فيلق الاجالي لخيوناريوس. كانوا النشيد ديالهم الاساسي انا رئيس الموت، انا لا اهاب الموت، عاش الموت. هذا معروف هذا النشيد ديال لخيوناريوس. كانوا عناف وكانوا بطبيعه الحال من خلال هذا النشيد او هذا الشعار كما يقولون انهم يعني الشراسه ديالهم لا تقاس، حيث انهم يتزوجون بالموت، يطلبون الموت. هذا هو الاصل ديال التسمية. ولكن في السياق في الرواية غتلقى أشياء أخرى دفعتني لأسمي أو لأعنون الرواية بهذا الاسم. شكرا. في مداخلة الأنس بعد الأستاذ جميعا، هي المتدخلين هي تحية خاصة للأستاذ عبد الحميد على كرمه الأدبي، بحيث لما قلب تنشوفوا اديب او فنان او مبدع يبدع يعني باستمرار لواحد الوتيره قاره. السؤال ديالي في الحقيقه، وانا اهتم كثيرا بالعمل المنظم والمنتظم، شنو هو السر ديال هذا الابداع الدائم والغير منقطع في الزمن، وشنو هي كذلك انه اي ابداع او اي عمل تكون واحد النتاج ديال واحد المسار ديال تجارب ربما شخصيه ومهنيه وحياتيه وعائليه الى غير ذلك. شنو هي اهم المحطات اللي من هذا النوع هذا اللي نجدنا عبد الحميد البجوقي المبدع دائم واللي تيقدر على انه يكون دائما كاين في الساحه الادبيه يعني ابداعات يعني مختلفه الى غير ذلك. وشكرا. للاسف استاذ عزيز، يمكن ان تنسى الصوت. لا معنى. اذا بالنسبه لي بعد تحيه للاخوان هذه اللمه الجميله تبعت الوجوه في الحقيقه اللي تنظرها ناظره. وكذلك نشكر الاخوان على اداره مداخله الله المجموعه بين الجوانب الروايه. هذا السؤال ديالي يمكن ان استعان الاخ خمسي قضية الشخصية، تشكيل الشخصية عندنا، ولكن ما غاديش نمشي هذيك تشكيل الشخصية اللي تنشوفها حنا غالبا، يعني كاين شخصية خطيرة جدا داخل المنصب الوحيد ديال العرس هو تشكيل الشخصيات اللي ما تسموها الشخصيات الوطنية. الشخصيات الوطنية اللي طرحها حميد انطلاقا واحد المجموعة ديال الوثائق اللي ما نقولوش حنا تعطينا صورة أخرى ديال هذه الشخصيات. يعني تنشوف ان المداخلات اللي سمعت كامله، ولا نقول ان التتبع ديال القراءات ديال عريس الموت وبالتالي النقاش بحال انه تيكرس واحد الطابو، هذا الطابو اللي خرج عليه عبد الحميد. الحميد عطانا واحد الشخصيات معينه داخل عريس الموت اللي وضح لنا واحد المجموعه ديال الحقائق اللي هنا السؤال ديالي باش ما نلعبش. السؤال ديالي بسيط جدا. شخصيات مثلا الشخصية ديال عبد الخالق الطبيس المكي الناصري، شنو هو التشكيل ما بين
حقيقة ولكن تخيل داخل الرواية. وشكرا. تحية للجميع كما تفضل. اعتقدني هذه المداخلات لان اناقش قضية نقدية مرتبطة. ما الذي يجعل من رواية ما تاريخا؟ ما الذي يجعل من رواية ما تاريخا؟ هل هي الوقائع؟ يقال ان الوقائع هي حياة تعاش ولا تروى، لكنها تروى عندما تصير في ممتلك او في قبضة كاتبها. هل هو الرمز؟ هل هو عبد الرحمن او الرموز بذاتها هي التي تجعل من هذه الرواية تاريخا؟ ان الرمز ينحل في تاريخيته. لا يمكن ان يصير عبد الرحمن رمزاً الا عندما يصير ايضا في قبضة السرد، اي في قبضة الترتيب. الذي يجعل من رواية تاريخا هو ترتيب، هو الميتوس عند ارسطو، هو ترتيب هذه الاحداث عندما يتناولها الروائي. اذا نصير هنا ونتفق مع الصديق يوسف الريحاني بان الذي يجعل من تاريخيته هو الزمن. لكن هل يمكن الان ان نقارن رواية عريس الموت بحث عن الزمن المفقود او بروايه فيرجينيا وولف كما تناولها بوريكور؟ هل يمكن ان نقول بان الزمن هنا هو نفس الزمن؟ انه الزمن طبعا كما تحدث عنه هو الساعه المنطلقه، هو الزمن الذي يفر من يدينا، لكنه ليس الحيره التي تنطلق كما حاول ان بشكل سخري ان يتناوله احد المتدخلين. ان الساعه هنا وهي تنفك وهي تنطلق هي الزمن الذي انفك من حولنا. اذا أريد أن أتساءل مرة أخرى، هل لكي أقرأ رواية عريس الموت علي أن أستحضر كومة من التاريخ لكي أقرأ هذه الرواية؟ ليس هذا مشعل بالضبط من الرواية التاريخية، وإلا أن نحن الآن نقرأ رواية تاريخية لروائيين آخرين دون أن ندري بهذا التاريخ. إن التاريخ هنا ينفك عن أن يصير تاريخا، وهو بيد عبد الحميد. وتحية لغالي. أتمنى لو طبعا نزيد من التعرض، نزيد من العطاء، وأتمنى أكثر أن أشاهد هذه الأعمال في السينما. لا بدوي أشكر الإخوان في حزب الشراكة الموحد والمفردات الإخوان على الدعوة وعلى توفير الفضاء هذا، على الحضور بدوي جيد، على كل الملاحظات دخلت اللي كانت في القاعه، ونتمنى انه يستمر العمل، واعدكم انه بعد سنه او سنتين سيكون هناك عمل اخر. هذا في صوره جماعيه. ايوه صوره جماعيه.